وهكذا من حيث لا أدري، فيسر لي أن أحصل على أمور كثيرة كنت أحلم بها ولا أظن أنني أستطيع تحقيقها، ولكن القدرة التي ندعوها الله يسرت لي ما كان أبعد من متناول خيالي. عدت إلى الشرق ولي ميل جارح إلى الكتابة، فألفت ما ألفت وهو تعبير صبياني بالنسبة إلى الأمور التي كانت تجول في خاطري. فنحن في الواقع لا نستطيع أن نعبر عن كل خلزة من خلزات قلوبنا، ولا عن كل خاطرة تخطر لنا في ذلك. وإن عندنا الكلمة نلهو بها ونعبر قدر المستطاع عما يجول في خواطرنا، أما الأعمى فيبقى فلا وصول لنا إليهما لا بالقلم ولا بالخيال.